ايه وهو شو صار فيه؟ مين؟ قصدي لي ثلاثة وتسعين، هذا 93 يعرف كل شيء. ثلاثة وتسعين، ايه جوكهان زيرن. جوكهان زيرن، الو. يا ام عيون حلوه، هلا حكيت مع المحاميه وقالت لي انه رح تستلم قضيه امك. عم تحكي جد قضيه؟ ايه والله عم بحكي عن جد. ليكي بدي ترتاحي لانه امك رح تطلع باسرع وقت، انت لا تاكلي هم ابدا، كل شيء. شكرا مني. قدير. اسمعي، رح نطالع امك بالاول وبعدين رح ناخدك ونروح كلنا سوا من هون، فهمتي؟ رح نروح كلنا من هون. قدير يا روحي قولي. بدي اسالك شيء. هلا أنا بعرف اسمه كنية شخص، بس مالي عرفانة كيف أقدر أوصل له. كيف يعني؟ أنت قل لي كيف أقدر أوصل له؟ شو بده يعرفني؟ جربي من الإنترنت يعني. دوري بقائمة الأصدقاء، أعملي لك شي نظرة عليهم. نادر بيك، أهلا وسهلا. أهلا فيك بنتي، انشغل بالي على الجماعة وهن بهذا الوضع. تفضل. شو اللي أخانهم بالمكتب؟ رح خبرها أنك أجيت. طيب هاندا وينها؟ ست هاندا بغرفتها. خلص أنت ما تزعجيها لست شوليا، أنا رح شوف بنتي هاندا بالأول، ماشي؟ تفضل. هاندا، بقدر فوت؟ فينا نحكي شوي؟ كيفك؟ منيح. انت خجلانة مني شي؟ لا تخجلي. طيب أنا فهمك، يلي عشتيه ويلي صار معك والماضي كان بشع، بس نحن كلنا عائلة واحدة. اتنيناتنا منتفاهم كتير منيح. بعد وفاة أبوكي عملت كل شي بقدر عليه لحتى ما تحسي بغيابه. أكيد يلي عشتي كان صعب عليكي كتير، وأنا زعلت عليكي، كنتي دائما بالنسبة إلي غير الكل، وكتير كنا نتفق سوا، حتى إذا حدا ضايقك بشي كنتي تجي تخبريني إلي بدل أمك. وهلأ أنا جاي أقلك إذا احتجتي أي شي فيك تجي لعندي وتطلبي بدون تردد، اتفقنا؟ قولي لي اتفقنا يا هاندا. نادر؟ شوليا، كنا عم نحكي شوي أنا وهاندا من وقت اللي إجت، وأنا زعلان من حالي إنه كيف ما عم بهتم فيها بشكل صحيح.
شكرا كثير لانك عم بتفكر فينا. ايه صار كان كيفه منيح؟ منيح. شو رايك نترك هاندا هون وننزل نحكي تحت؟ طبعا طبعا. وهيك تنسي الحكي اللي قلت لك اياه؟ ما رح انسى. ايه صحيح، بالمناسبه رح يجي جينجو لعندكم لانه ما حب يترككم. شكرا كثير. بالاذن. ها هاي جينجو. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. مساء الخير. مساء النور ابني. اهلا وسهلا. اهلا فيكي خالتي شوليا. احنا وجيرين كنا عم نحكي عن سركان قبل ما تجي. ما في شي جديد، لا تقلقوا. الله يخلي لي اياك يا ابني. شكرا كثير يا جينجو. هاندا وينها؟ هاندا بغرفتها. تسمحي لي اطلع اشوفها واحكي معها؟ طبعا. هاندا كيفك اليوم؟ منيحة. لك كيفك انت يا أميرة؟ عمو جينزو بتعرف شغلة؟ عمتي كانوا خاطفين ناس شريرين بس أبي أنقذها. بعرف حبيبتي مينة، أبوكي بطل بس عمتي ما عاد في داعي تخاف بعد هلأ لأنه تارتشين رح يحميها. ليكي انت عملتي شي كتير منيح، برافو عليك. مينة فيك تسمحي لي اقعد شوي واحكي مع عمتك؟ باي عمتو، صباحي على خير. باي حبيبتي وانتي بخير. كيف صرتي؟ منيحة. كيف صار كان؟ هو منيح؟ ما كتير، هو كتير متضايق لأنه ما عم يقدر يتقبل أنه نهى حياة شخص حتى ولو كان من دون قصده. بصراحة يلي صار مع سركان أنا كنت سبب فيه، لأنه الخوف يلي عشته ورجعتك من الموت سببه أنا. شو كنت بتقدر تعمل جينجو؟ كيف يعني شو كنت بقدر أعمل؟ على القليلة كان فيني ما أسمع لسركان هاندا، ما كان لازم خليه لاحق صالح. يعني كنت لازم أفهم إنه أمه كانت عم تكذب، كان لازم أحميكي حتى لو مو صاير شيء. أنا كان لازم أحميكي هالمرة هاندا. أنت من وين كنت بدك تعرف؟ كيف كنت رح تعرف كل هالشي؟ لو صار عليك الشي ما كنت سامحت حالي أبدا. تعرفي ليش؟ لأني ما قدرت أحميكي، ولأني ما قلت لك قديش أنا بحبك هاندا. إيه هاندا هالحكي صح، أنا كتير بحبك. أنا قد ما حاول الإنسان يتخيل اللي صار ما رح يعرف كيف بيكون ليعيشه. لساتها مثل ما هي بهذا اليوم. وعدنا بعض انه لو شو ما صار رح نضل جنب بعض. هاندا sanki
بعتذر. على شو عم تعتذري؟ هاندا؟ كتير طالعة حلوة. يلا يلا تعي معي. كيف حبيتك بالماضي؟ وضليت حبك بغيابك، ولهلأ كمان بحبك. بحبك كتير، أكتر من أي وقت هاندا. هاندا، نحن كنا حبيبين وكنا نحب بعض كتير. غريب، يعني بالعادة حب الطفولة بيروح على الكبر، بس وقت شفتك مرة تانية يلي حسيته تجاهك رجع عاش من جديد. وقت شفتك تأكدت من إحساسي، لأنه بغيابك كبر هالحب وصار أقوى أكتر. فكرته رح يروح بس ما راح، بالعكس هو عم يزيد كل يوم. جنجو أنا هاندا، أنت مانك مجبورة تقولي شي. أنا ما عم قلك هيك لأني بدي مقابل منك أبداً، بس بدي إياكي تعرفي مشان ما أحس بندم بيوم من الأيام لأني ما خبرتك هالشي. لهيك إذا بدك ما عاد أفتح هالموضوع فما رح أفتحه أبداً. بهذا الوقت صار كان بيكون هون وعم نتعشى كلنا مع بعض. قديش البيت فاضي بغيابه يا أمي؟ مشان ما تخافي من الناس الشريرين، أنا دائماً بلعب معه. هو بيحميني وهلأ رح يحميكي إليك، لهيك ما عاد تخافي أبداً. اتفقنا؟ وإنتي شو رح تعملي بعد ما تعطيني رفيقك تارتشين؟ مين رح يحميكي؟ ما رح تخافي؟ أبداً، لأنه بابا موجود. عارفي إنه بابا بيقتل الشريرين كلهم؟
عنجد أنا مبسوطة كتير لأنه تعرفت على تارتشين. دقيقة. اليوم رح كون انتي مشان اعرف كل شي هاندا، واليوم اللي رح التقي بصديقك كمان اللي عشتي واللي بيعرفه رح اعرفه كله. رح تعيشي بالغصب. معقول كنتي عايشة بالغصب هاندا؟ وين انتي؟ شو عم تعملي؟ انتي عايشة؟ هاد كمان ما بعرفه. رح أعرف شو اللي صار معك. أنا بوعدك رح أدفع ثمن حياتي، لا تقلقي، رح أعرف كل شي. هاندا؟ بنتي قديش طالعة حلوة اليوم. شكرا كتير. إلك عندي مفاجأة، أنا اشتريت لك موبايل جديد وخط جديد كمان. ما في داعي، أنا أصلا عندي موبايل أمي. بنتي هاد كله من شان مصلحتك حبيبتي. وين موبايلك؟ تمام، ما عدت بحاجة لهاد بعد هلأ. رح تحملي هذا الموبايل الجديد وأخيراً هاي رقم جنجو والكل صاروا عندك بالموبايل. تفضلي. هاندا بنتي، انت بتعرفي اني عملت كل شي ممكن وما رح أقصر أبداً، وإذا في حدا بيرمي ولادي بوردة وقتها هو رح يدفع الثمن غالي. أنا ما رح أهتم لحدا، ما تقلقي. هاندا؟ جوكهان؟ كتير متغيرة. تفضلي. كيفك؟ منيحة. تمام. شو تشربي؟ شاي. اثنين شاي معلم. بس شفت رسالتك فرحت كتير، ما خطر لي إنه ممكن ترجعي. صح، تواصلت معك وما بعرف إذا نحن أصدقاء، مو متذكرة. ما تواخذني، مو متذكرة أي شيء صار بالماضي. صار معي حادث وللأسف خسرت ذاكرتي، وكل شي صار معي قبل الحادث ما عم بتذكره. يعني فيك تقول عم بتذكر الشغلات اللي صارت الجديدة بس. لهيك أنا أجيت لشوفك. في سبب؟ 93، هذا الرقم كان رقم مدرستك أنت، مزبوط حكي؟ لهيك توقعتك بتعرف السر اللي أنا ما بعرفه. جوكهان، شو هو الشيء اللي أنت مخبيه يا ترى؟ احكي. ايه، انا بعتذر كتير منك،
نحن ما كنا مقربين من بعض، كنا مجرد رفقات بالمدرسة مو أكتر يعني، بس مو مقربين من بعض. وقت حكيتيني بعد هالسنين توقعت أنه نحكي بشغلات تانية، وما كنت عارفان شو يلي صاير معك. لهيك أنا بعتذر منك وما رح ضايقك. ما في داعي تعتذر مني بنوم، أنا فكرت أني رح أعرف شي منك، هي هي كل القصة، وأنت ما غلطت بولا شي. والله كنت حابب ساعدك كتير أنا وأخدمك، بس هذا الرقم ما بيخصني. طيب لمين ممكن يكون قصدي إذا ما كان رقم مدرسة، مين ممكن يكون يعني؟ عندك فكرة؟ ساعدني شوي. بس بتذكر إنك كنتي بفريق السلة، معقول يكون الرقم يلي كان محطوط على لباسكم الموحد بالفريق؟ كيف ممكن أعرف هالشي؟ موقع المدرسة أكيد في صور قديمة على موقعون. لحظة، ها؟ شوفي هالصورة، هاي صورة فريقكم أنتو، هاي أنتي، والرقم 93 يلي لابسته هي توتشي. تعرفها؟ ايه طبعاً، لساتنا أصدقاء وكل فترة منلتقى سوا. يعني ممكن أنك تأخذني لعندك؟ ايه طبعاً. شكراً.